مرحبا بمتتبعي قناه الحميدي. الناس اللي اول مره كتشوفني كنتمنى على انها تنزل تحت برك على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس، فهذه قناتكم اللي هي قناه الحميدي، قناه تعليميه اللي كتقدم واحد المجموعه من الدروس للتلاميذ المقبلين على الامتحانات البكالوريا وتحديدا الدروس الخاصه باللغه العربيه. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقه نهضر لكم على جوج الحوايج. النقطه الاولى المتعلقه بالمستجدات اللي جات بها وزاره التربيه الوطنيه، والنقطه الثانيه القناة اللي هي قناة الحميدي شنو بإمكانها أنها تقدم لكم من دعم. إذن فالنقطة الأولى المتعلقة بالمستجدات، إذن كما كتعرفوا الوزارة البارح صدرات بلاغ كتقول فيه بأنها غادي توقف الدراسة ابتداء من يوم 16 مارس 2020، لكن عندي ملاحظة، كتوقف الدراسة هذا لا يعني أنها عطلة، لأن عدد منكم يسحبوا بأنها دراء عطلة، لا، فالوزارة علنت في البلاغ ديالها اللي غنتم غتشوفوه دابا هنايا، علنت على أنها غتقدم يعني الدروس، دروس على واحد المجموعة من المنصات اللي ضمنهم القناة الرابعة، إذا فأنتم مطالبون باش تدخلوا هذه المنصات هادو باش تشاهدوا وتتبعوا الدروس ديالكم ديال الدورة الثانية. أما النقطة الثانية وهي النقطة المتعلقة بتقديم الدعم، فقناة الحميدي رهن الإشارة ديالكم، فأي حاجة إن شاء الله احتاجيتها في مادة اللغة العربية جميع المستويات سواء التاسعة أو السيزيام المقبلين على الجهوي أو البكالوريا المقبلين على الوطني، فإن شاء الله احنا رهن الإشارة ديالكم. اي تساؤل عندكم فمرحبا به، فبامكانكم انكم تخليوه سواء في التعليق لتحت او لا على المنصات اللي انا موجود عليها سواء الانستغرام او لا الفيسبوك، فان شاء الله احنا كاملين متجندين باش اننا نساعدوا بعضياتنا باش ان شاء الله بحول الله نستطيعوا نتغلبوا على هذا الوباء هذا. ونصيحتي اخيره، كنتمنى على انكم تبعدوا على الاماكن اللي كيكون فيها الازدحام، لان هنا كينتشر الفيروس وكيلقى الضاله ديالو. وفي الاخير كنتمنى السلامه يا رب لجميع المواطنين وجميع التلاميذ المتتبعين قناه الحميدي، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الجرس. الى اللقاء.